بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدم لكم فيديو من مكتب عمر سليمانية، العنوان بغداد السنك ساحة الخلاني. وطبعا هذا البورد اليوم انجزناه، الحجم 60x80، هذا البورد هندي، هذا بورد حقل دواجن وبي ديجيتال عدد 4. طبعا هذا بي اطوال مختلفة بالنسبة للحساس 20 و40 و60 و80 متر، وسوينا له هاي الطباعة. البورد يحتوي على 15 كونتكتر تشغيل المفرغات والمعالف بالحقل وماطور ماي وإنارة. هذا البورد من الداخل كتابة على كل التفاصيل، كل كونتكتر وكل سويتش وكل مصباح مكتوب عليه. مانيتشرات عدد 5 وأجهزة كنترول في أسفلر، هاي مشطلي للفحص. هذا التايمر مال تشغيل الإنارة، وهذا كونتكتر يشغل إنارة. عندك ايضا هنا هاي الكونكترات، ومكتوب الرابط على الرابط هنا قدام كل تفصيل. هاي هنا الحساسات، هاي الواير حساس طولناه على القياسات المذكورة، وسوينا ترتيب للإنارة رادها بوقت معين تشتغل. هاي الإنارة من هنا، من هنا اوتوماتيك، من هنا اوف، من هنا اشتغلت، هاي مانوال مباشر، هو يريدها اوتو تشتغل بس اذا راد يشغلها خارج اوقات التايمر. وهاي هنا مصابيح فولتية على الفيزات 3 فيز. هذا عندك المصباح بزر منبه، طبعا هذا بي تايمر، هسه اذا انطفيه ونشغله راح يشتغل وقت معين ويطفى. هذا منبه من انخفاض الحرارة، اشتغل عندنا. هذا الترتيب والشغل مالته، نرجو أن ينال رضاكم وشكرا جزيلا.